شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في الفعالية رفيعة المستوى النداء العالمي لحماية حرية الأديان، والتي استضافها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن تقديره لفخامة الرئيس دونالد ترامب على تنظيم هذه الفعالية التي تعكس حرصه على تعزيز التعاون الدولي بما يضمن الحرية الدينية في جميع دول العالم، مشددا معاليه على أهمية تكثيف الجهود الرامية لترسيخ الانفتاح بين الشعوب والتواصل والتفاعل بين جميع الثقافات والأديان بما يعود بالنفع على الجميع. ويهدف النداء العالمي لحماية حرية الأديان إلى دعم وحماية حرية الأديان ومكافحة مختلف أشكال الاضطهاد والتصدي للهجمات التي تستهدف دور العبادة وضمان احترام التراث الثقافي والديني للدول.